جبنا لكم 100 مليار دولار، مش عاوزين تاخدوهم ليه؟ ده السؤال اللي سأله عمرو أديب خلال الساعات الأخيرة لأعضاء مجلس النواب بعد تأخير صدور قانون البناء أكتر من مرة. ده كمان سألهم عن آخر ميعاد لمناقشة القانون وإصداره، وقال كمان مفاجأة ما كانش حد يتوقعها بخصوص قانون الجديد. فيا ترى عمرو أديب قال إيه؟ وقانون البناء هيتم إصداره إمتى؟ وليه تم تأجيل مناقشة القانون؟ كل ده وأكتر هقول لك في الفيديو ده. أنا لارا ملحق. خلاص شهر اكتوبر قرب يخلص، وملايين من المصريين منتظرين بفارغ الصبر قانون البناء، وده لانه انتشر كلام فيه ان هيتم اصدار قانون البناء الجديد في اكتوبر، لكن لحد دلوقتي مفيش حاجه حصلت ولا القانون اتصدر. علشان كده ناس كتير بدات تسال، هو قانون البناء هيطلع امتى؟ شوف يا سيدي، حسب تصريحات النائب عبد المنعم امام في برنامج الحكايه امين لجنه الصحه والموازنه بمجلس النواب، انه من المفترض مناقشه قانون البناء الاسبوع اللي جاي، وده بعد ما اتاجل اكتر من مره بسبب وجود بعض التعديلات فيه. وقال كمان اننا بنسعى ان القانون ده يخرج للنور في اسرع وقت، لكن بشكل ما يعطلناش زي قبل كده، عشان يحل كل المشاكل اللي المواطنين اشتكوا منها في القانون القديم. اما حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن قال ان مد قانون البناء هيجيب حصيله محترمه للبلد، ومد القانون ده ما جاش صدفه، احنا اللي طلبنا مد القانون مش الحكومه بعد ما جت لنا طلبات كتير بكده. وبالمناسبه عمرو اديب كان سبق وانتقد التاجيلات الكتيره اللي حصلت في اصدار قانون البناء، وقال الناس كانت بتجري ورا الحكومة عشان يدفعوا فلوس التصالح لتوفيق أوضاعهم، والدولة على الأقل كان هيدخلها في الموضوع ده 100 مليار جنيه. بس خلي بالك، في بعض الحالات حددها القانون اللي لا يمكن التصالح فيها. لكن إيه هي الحالات دي؟ شوف يا سيدي، حسب المصري اليوم في بعض الحالات حددها القانون ما ينفعش التصالح فيها، أولهم الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبنى، أو البنى على الأراضي الخاضعة لقانون الحماية الآثار وحماية نهر النيل، أو في حالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة بس لو قدمت طلب تصالح واتفقت مع اصحاب حقوق الارتفاق، فساعتها هيتفتح لك باب التصالح. وكمان في حاله المخالفات الخاصه بالمباني والمنشات اللي بالطراز المعماري المتميز، ودي مش هتقدر تتصالح فيها، او لو اتجاوزت قيود الارتفاع المقرره من سلطه الطيران المدني، او انك اتجاوزت شروط شؤون الدفاع عن الدوله. ومن ضمن الحالات اللي مش هتتصالح فيها هو انك انت لو بنيت على الاراضي المملوكه للدوله، بس ده لو انت ما قدمتش طلب لتوفيق اوضاعك وفقا للقانون، او في حاله تغيير الاستخدام للمناطق اللي صدرت ليها مخططات تفصيلية معتمدة طالما الجهة الإدارية ما وافقتش على التغيير ده. كمان مرفوض التصالح في حالة البنى خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، واللي في حالة الكتل السكانية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن كمان. والمقصود بالكتل دي هي المباني المكتملة واللي فيها مرافق والناس عايشة فيها، والمقامة على مساحات كانت زراعية قبل كده لكن دلوقتي ما تصلحش للزراعة. بس السؤال هنا، هي قيمة التصالح دي كام؟ أنا أقول لك يا سيدي، حسب مصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية لموقع الشروق، إن أسعار قيمة التصالح في مخالفات البنى المحافظات في القانون القديم كانت 50 جنيه حد أدنى للمتر في القرى، و2500 جنيه كحد أقصى للمتر في المدن، وقال إن الأسعار دي مش هتتغير بعد تطبيق التعديل التشريعي الجديد. ودلوقتي قول لنا رأيك في قانون البناء الجديد، اكتب لنا في التعليقات.